كانت الكرة لي أغويديلو، تصل لي باستوني، بعد ذلك جازي، جول سبيتزيا، كرة نحو القائمة الثاني، يبعدها بيزيمسكي وعلى الطاير ديرون، ديرون على الطاير فولي، كرة نحو القائمة الأول تمر سكالبيني للحظة، بعد ذلك زاباكوستا من كوب ماينرز نحو القائمة الثانية نحو زاباتا، تصدم الكرة بشمور دوف موريال، موريال تابين شمور دوف، واستحواذ مهم لسبيتزيا، ومهدي بربيعة يقلص النتيجة.